ورحمة الله وبركاته. زي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ما ننساش نعمل لايك نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. وفرحه عارمه وكبيره جدا 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 وغير مسبوقه وغير محدوده لفوز المنتخب المصري لكره اليد. الف الف مبروك لمنتخبنا، فرحه كبيره جدا من كل الشعب المصري، فرحان جدا 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 فعلا، لان طبعا الماتش ده فرح ناس كتير جدا كانت محتاجه الفرحه، وقالوا على اللعيبه دي رجاله وتستحق كل الدعم والتقدير. الف مبروك لكل الشعب المصري، ربنا يا رب يجعلنا دايما في فرحه جميله وايام مبهجه. اللهم الشكر والدعم والتقدير وكل الحب لفريق كره اليد المصري لفوزه امس. مبروك يا رجاله، ونتمنى دايما يا رب يكون دايما ازدهار وتقدم وكل حاجه كويسه يا رب لينا جميعا والتوفيق. اللهم امين. في حضراتكم على الف خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.